بسم الايه والابن والروح القدس السلام واحد امين موضوع جديد من تساؤلات كتابيه وهناخد النهارده سؤال مهم جدا هو ينفع يكون الانبياء بيغلطوا يعني ليه ما فيش عصمه للانبياء في الكتاب المقدس طب يا ترى انه وجود انبياء بيغلطوا في الكتاب المقدس مش ده دليل على تحريف الكتاب المقدس او انه كتاب ليس سماوي وغيرها كتير في الحقيقه من الاسئله اللي احنا بنسمعها او بنشوفها في مواقع التواصل او في بعض المشككين من خلال قنواتهم او برامجهم. خلينا نقول انه فكره خطايا الانبياء او خطايا الشخصيات اللي ورد ذكرها في الكتاب المقدس وعصمة الكتاب المقدس موضوع من الموضوعات المهمة جدا النهاردة نحاول نفهمه في صورة نقاط محددة ليس من اجل ان احنا شايفين ان الكتاب المقدس به ضعف لكن من اجل ان احنا نثبت ايماننا ونثبت لكل الناس واولهم احنا كمسيحيين قد ايه ربنا ليه حكمه في وضع كل شيء في الحقيقه انه دايما المعترض او المشكك يسال يقول لك مثلا ازاي الكتاب المقدس يذكر خطايا لانبياء عظام زي مثلا زنا داود زي سكر نوح في تكوين تسعه زي مثلا ان هارون الكاهن عمل عجلا في خروج 32، المفترض الكتاب المقدس يعني بما انه كتاب سماوي ما يذكرش الخطايا دي لان المفترض ان الناس دي يعني معصومين من الخطا. في الحقيقه خلينا نبدا حلقتنا النهارده بعنوان مهم جدا: الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. الكتاب المقدس بيذكر خطايا الشخصيات اللي جت فيه والأنبياء اللي ليهم دور مهم جدا في الكتاب المقدس لتوصيل رسالة الخلاص للناس لعدة أسباب واحد الكتاب المقدس لا يخفي ضعف أو سقطات الأتقياء اللي فيه زي مثلا أبونا إبراهيم أو إسحاق أو موسى أو داود أو غيرهم ده علشان يقول لنا إن الضعف ده سمة تميز كل إنسان على وجه الأرض مهما كان شأنه أو مقامه أو حالته الروحية لكن خلي بالك الكلام ده ينطبق على كل الناس ما عدا رب المجد اللي هو السيد المسيح ويقول كده الكتاب المقدس على لسان معلمنا بولس الرسول في رومية 3 12 الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ولا واحد ولا انسان في الارض اتولد ومات الا ما كان في حياته في ضعفات او سقطات اذا ذكر الكتاب المقدس لاخطاء الانبياء والقاده اللي فيه والشخصيات اللي فيه والقديسين اللي فيه دليل على صحه الكتاب المقدس وخلوه من التحريف وليس دليل على العكس بالعكس هو لو كان محرف كان يشيل اي اخطاء ممكن يعني تنقص شويه من قدر الشخصيه ده على حسب يعني المفهوم الارضي لنظرنا للشخصيات دي. يبقى السيد المسيح هو الوحيد اللي كان استثناء من القصه دي ويتقال عنه كده في عبرين 4 بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه ده على حسب عبرين 4 15 اتنين. ذكر الخطية وتسجيل الضعفات ده تاكيد مهم جدا على مدى تاثير الخطيه والضعفات على الشخصيه الانسانيه عايز يقول كده الروح القدس لينا قد ايه الخطيه بتشوه الشخصيه الانسانيه قد ايه الخطيه ممكن تلوث سمعة الإنسان عشان كده الكتاب المقدس بيذكر هذه القصص لكي يصبح كتابا عمليا بيحكي قصص واقعية لناس طبيعيين كانوا عايشين في يوم من الأيام في الزمن مش مجرد قصة خيالية أو مثالية تصيب الإنسان بصغر نفسه بيقرأ فيه ويقول لك يعني دول ناس في عالم وإحنا في عالم تاني لا هو بيتكلم على إنسان طبيعي زي زيك كان تحت الضعف في يوم من الأيام عشان كده عايزين نأكد أن الكتاب المقدس لأنه كتاب يحكي قصة تعاملات الله مع الإنسان وهذا الإنسان هو الإنسان الطبيعي وليس الإنسان الاستثنائي عشان كده سمح الروح القدس بذكر بعض الضعفات لشخصيات اللي ورد ذكرها في الكتاب المقدس عشان يأكد أن الكتاب المقدس يخص كل إنسان على وجه الأرض وإحنا بنستكمل النقطة رقم اتنين في الحقيقة ده كمان ليه هدف مهم جدا يؤكد لينا ويوضح لنا أن الله لا يتساهل مع الخطية ولا يجامل لكن الخطية تمنع الإنسان من التمتع بالبركات مع ربنا عشان كده نقول أن عدم تغاضي ربنا عن الأعمال الغير لائقة لبعض الشخصيات أو الأنبياء ده منعهم من أنه ينالوا الوعود يعني مثلا موسى النبي الخطية دي منعته أن يدخل أرض الموعد داود النبي بسبب خطية واحدة دفع الثمن دم جوه بيته واتمنع من بناء الهيكل بعد كده ايده فيها دم ثلاثه في الحقيقه الثلاثه دي قاعده مهمه قوي الروح القدس بيقول لنا من فضلك لا تثق في الجسد ما تثقش في عمرك ما تثقش في تاريخك اللي انت عملته في لحظه ممكن تقع مطلوب منك انك تفضل تجاهد وتشتغل وتتعب وتعمل لغايه النفس الاخير ويقول هنا العظيم في القديسين في الحقيقه وفي التلاميذ اللي, اللي, كتب رسالته معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى تسعة ويقول هنا معلمنا بولس الرسول الكارز العظيم في كورنثوس الاولى تسعة بل اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست الاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا ايه ده بولس انت خايف ان انت تصير مرفوضا يقول لك ايوه ما انا ممكن بعد كل التعب ده والشقه ده أوصل أنا كمان أكون مرفوض يبقى أنا لازم أعمل ايه لآخر لحظة في عمري أقمع شهوات جسدي لالا هذا الجسد يخدعني أربعة ذكر خطايا بعض الشخصيات ثم ذكر توبة هذه الشخصية تثير فينا في الحقيقة روح الرجاء والأمل يعني لما نيجي نقرأ مثلا قصة زي قصة شاول الترسوسي بكل الأعمال الشريرة اللي كان بيعملها ويذكر عنه الروح القدس كده في سفر الاعمال انه كان ينفث تهددا يعني انا اسف يعني الراجل ده كان بيتنفس اذى كان بيشوف كل يوم ازاي ياذي المسيحيين لما تلاقي الراجل ده بكل الشر ده لما تعامل مع الروح القدس طبقا لارادته يتحول لبولس الكارز العظيم ده يدي لكل واحد فينا امل ورجاء كبير جدا انه مهما إن كانت خطيتنا مهما كانت اثمنا مهما كانت شرورنا ممكن كمان نتحول من شاول الترصوصي لبولس الرسول عشان كده يعني الشيء الجميل في ذكر آه الروح القدس لخطايا الشخصيات والانبياء اللي جواه ان هي كمان بيذكر ايضا توبتهم وده يقول لك ما تهتمش انك وقعت لكن اهتم انك تقوم عشان كده ما يهمكش من اي حاجه كل اللي يهمك حاجه واحده بس انك ترجع لربنا خمسه الكتاب المقدس احبائي المتابعين لم يكتب لتمجيد الانسان او البشر او الانبياء كتبت الوحي دول بالرغم ان هم كانوا يهود في الحقيقه هم ما جملوش الاحداث ولا القصص ولا عملوا هاله من القداسه حوالين الانبياء بتوعهم كل اللي كانوا مهتمين بيه ان هم يكونوا امناء ومدققين في كل كلمه بيوصلوها آآ آآ للناس اللي هتقرا الكتاب المقدس بعد كده عشان كده بنرجع نقول تاني أن ذكر الكتاب اليهود لما كتبت الوحي لأخطاء الأنبياء والشخصيات اللي فيها ده دليل قوي جدا على صحة الكتاب المقدس كمان عايزين نقول النقطة رقم ستة مهمة قوي ذكر الكتاب المقدس الخطية لا يعني أن الكتاب المقدس موافق على الخطية ولا معناها أن الكتاب المقدس بيبرر الخطية ولا بيحلل الخطية ولا بيحطها في صورة مغرية أو بيشجع الناس أنهم يعملوها إن أنا أذكر موقف ده مش معناه إن أنا موافق عليه لكن ده معناها إن أنا بقول لك الموقف أهو من فضلك ما تعملش كده، من فضلك احذر من المنطقة دي، احذر من الفعل ده. عشان كده بنقول دايماً أن الكتاب المقدس يظهر في ضعفات الأنبياء والشخصيات اللي فيه مدى بشاعة ومرارة الخطية، ومدى رفض الله للخطية، ومدى أن الله لا يجامل أحد في الخطية مهما كان. عشان كده نقول إنه رقم سبعة نقطة في غاية الأهمية. لما الإنسان أو النبي بيغلط هنا العيب مش في الكتاب المقدس ولا هنا العيب في الرسالة بتاعته هنا العيب في الشخص نفسه عشان كده دايما نقول يعني أن أخطاء الأنبياء لا تقلل من عملهم النبوي أخطاء الخدام لا تقلل من تمن خدمتهم أخطاء الكارزين لا تقلل أبدا من كرازتهم لكن ده ضعف بشري فيهم هما يبقى هنا عايزين نقول ان العمل النبوي للنبي في نقل الرساله من الله للانسان هنا فيها العصمه انه معصوم في اثناء نقل الرساله معصوم كتابيا وليس معصوم شخصيا النقطه دي من فضلكم ركزوا فيها قوي يعني نقترب شويه من مفهوم العصمه في الوحي في الكتاب المقدس او في المسيحيه الكتاب المقدس ليس مسؤولا عن اخطاء الناس هو زي الجراح بالظبط يشخص وجود مرض ويدي علاج للمرض لكن مش مش هو سبب وجود المرض الجراح هنا مش مش سبب هو وجود المرض بالتالي لما الجراح يجي يقول ان هنا في مرض في العضو ده او في منطقه دين الجسم الناس هنا مش بتعيب الجراح الناس هنا بتمتدح الجراح عشان كده الكتاب المقدس يذكر اخطاء الانبياء والقدسين عشان يشاور على الخطيه خلي بالك دي ما تعملش زيها هنا ما تقعش في الخطيه اللي وقع فيها النبي فلان في وقت من الاوقات عشان كده بنقول دايما ايه انه حتى اخطاء الكنائس اللي ورد ذكرها في سفر الرؤيا الكتاب المقدس ايضا انتقدها وانتقد شخصيات الاساقفه اللي كانوا بيشرفوا على هذه الرسائل ليس من اجل التشهير بيهم لكن من اجل نفع المؤمنين فيما بعد مره ثانيه او مره ثالثه ذكر الكتاب المقدس لضعفات شخصياته وانبيائه دليل على صحته وعدم تحريفه او فبراكه الأحداث والتفاصيل اللي فيه. أحبائي إن مفهوم العصمة في المسيحية لا يشير إلى عصمة الحياة الشخصية للشخص. كل الناس غلطوا مهما كانوا إلا رب المجد حينما كان بالجسد على الأرض. الأنبياء دول كانوا ناس عاديين جدا لكن اللي يميزهم عن أي حد تاني إن هم كانوا أكثر استعدادا للعمل مع الله. أكثر استعدادا لدفع التمن في أثناء تبليغهم للرسالة لأن هم بيشتغلوا وشطر ايضا بيقاوم رسالتهم يعني ارميا النبي ارتضى ان يعيش بتولا في وقت اليهوديه فيه ما كانتش جواها الفكرة البتوليه دي منتشره وربنا منعه انه ما يتجوز طب ليه مش هيتجوز عشان كل واحد يسالك انت ما اتجوزتش قول له لان انا لو اتجوزت هجيب عيال والعيال دول لما يموتوا في السبي او في الحرب اللي جايه علينا بسبب خطيتنا ما حدش هيدفنهم اشعيا النبي قبل إن يكون ماشي حافي ومعرف في شوارع اسرائيل ثلاث سنين لما كانوا بيسألوا انت ليه بتعمل كده يقول لهم انا ماشي حافي ومعره زي ما هيتعمل فيكم في السبي لو انتم ما تبتوش عن خطيه هو شع ايضا ارتدى ان يتزوج بامراه زنا تخيلوا مدى بشاعه الموقف نفسه روح اذهب وخذ لنفسك امراه زنا مش امراه عاديه لا امراه سيئه السمعه امراه قبيحه السيره كل الناس دي تؤكد ان هم كانوا اكثر قبولا للعمل مع الروح القدس ما همهمش اي حاجه غير حاجه واحده بس ازاي نبلغ رسالة الروح القدس للناس عشان كده أحبائي العصمة هي عصمة الكاتب من إنه يوجد أي أخطاء أثناء كتابته الرسالة اللي بيكتبها أو النبوة اللي بيكتبها الروح القدس يعصم الكاتب من الأخطاء اللاهوتية النبوية الأخطاء الجغرافية الأخطاء الأدبية أو في أساليب المعاني أو في التعبير هو ده العصمة للأنبياء آخر حاجة نختم بيها حلقتنا في الحقيقة ذكر خطايا الانسان في الكتاب المقدس ده علشان ربنا يقول لك يعني انت هتدخل السماء برحمتي ومحبتي ليك وبغفران اللي اديتهولك من غير ما انت تدفع ثمن الله يختار الضعفاء ويختار الناس الغير يعني مشهود ليهم بالكفاءه من العالم. الله يختار المصدرة بيهم، الله يختار الفقراء، الله يختار الاكثر استعدادا لكي يعمل بهم. احبائي احنا ذكر الكتاب المقدس لخطايا الانبياء تعلمنا درس مهم جدا من فضلك لا تدين احد في موقف في حياته المهم ان احنا ندين الخطيه وندين انفسنا حتى نصير ابرارا مثلما صار هؤلاء الانبياء والشخصيات ابرارا ايضا ودربنا المجد ما الابد امين